خلينا اتكلم مبدئيا مثلا عن بابا الشغلانه. بابا الشغلانه في حراسه المرمى، لما تيجي تتكلم عن بابا الشغلانه في حراسه المرمى، لو قلت لك مين بابا الشغلانه في حراسه المرمى في مصر دلوقتي كاهلاوي او غيره، هتقول لي مين؟ ايوه محمد الشناوي. محدش هيقول لي فلان الفلاني، محدش هيقول لي علان العلاني، لا هتقول لي لو قلت لك من افضل حارس مرمى في مصر، قفل كل حاجه، عمل الشناوي، عمل كل حاجه. الشناوي افضل لاعب في افريقيا محليا، افضل لاعب، خد بالك مش افضل حارس مرمى، غير ان هو افضل حارس مرمى في افريقيا، خد بطوله دوري ابطال افريقيا كم مره. شوف محمد الشناوي وصل كم كاس العالم كم مره، كاس العالم للانديه، ثم لعب مع منتخب مصر كاس العالم. فانت بتتكلم فعلا عن بابا الشغلانه. يعني لما تيجي تتكلم عن محمد الشناوي او لما تيجي تتكلم عن حراسه المرمى في مصر، لازم هتتكلم عن محمد الشناوي نمره واحد. ولما نيجي نقول نمره اتنين محمد الشناوي. انا بس مش عايز، لان الشناوي له دور بعيدا عن حراسه المرمى كمان، وهو الشيء الافضل اللي بيعمله محمد الشناوي في حراسته لمرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولكن ككابتن لفريق النادي الاهلي وواحد من كباتن منتخب مصر، دوره واضح بشده معانا كاهلي ومع منتخب مصر في اللي بيعمله. حقيقه محمد الشناوي هذا الاسم الكبير يستحق كل التحيه وكل التقدير. في بعض الاوقات البعض بياخد الشناوي في اتجاهات اخرى، ولكن الشناوي ما بيعملش كده، ما بيروحش مع الناس. الشناوي بيركز في حاجه واحده فقط، الملعب، المستطيل الاخضر. المستطيل الاخضر هو اللي بيخلينا نقول هذا الكلام، هو اللي بيخلينا نقول لما نيجي نتكلم عن بابا الشغلانه في حراسه المرمى في مصر، نقول محمد الشناوي.